مرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة ببلاد الرؤي. اليوم عندنا نزال بين اللهيب المستعر بلبل مزدوج او متوازن للاعب ماهر اصلي من تكارتومي توي برو ضد الدوام الجارفة للاعب بارع وهو له وضعيتين وبلبل مزدوج. اول مرة بلبلين مزدوجين ضد بعض، فيلا ننزلهم وراح نغير وضعيات ونغير القطع خلال النزال. الجولة الاولى جوشو. اوكي الدوام الجارفة، واو 1-0 للهيب المستعر. الدوام الجارفي كان بوضعية القدرة على الاحتمال. الجولة الثانية الهيب 2-0 للهيب المستعر. اوشو الهيب مستحيل 4-0 للهيب المستعر. جوشو واو نقطة للهيب. جوشو دوام اوكي 5-2 للهيب المستعر. جوش دوامة هجمات اللهيب عم تهجم. الدوامة الجارفة فكك اللهيب دبل بيرث مستحيل. اللهيب المستعر عم بتعادل مع الدوامة الجارفة، يعني في فرق بقوة أسنان البلبلين. جوش جوش ضربات اللهيب ما بتمزح، عم بهجم بقوة. اوكي لا كمان شوي رح نحولها بوضعية الهجومية الدوام الجارف. واللهيب المستعر هو الفائز، حان وقت نحطه بالوضعية الهجومية. اوكي الوضعية الهجومية هلا نحطها بهاي الطريقة، يلا نكمل. اوكي دوامة هلا حاليا الدوامة جارفة بالوضعية الهجومية، ف حنشوف اذا هجومها راح يقدر يهزم اللهيب. اوكي اوه بيرست فينيش 6 جوش هجوم. اوكي اللهيب طلع لحاله. جوش جوش اوكي اللهيب اكل خطة قوية جدا. هون عمل له بيرس اذا اوكي تعادل. جوش سوري تأخر. هو سمي الدوامة اوكي بتوقع في بيرس ممكن يخبطوا بعض ويعملوا بيرس. دوامة يلا بيرس فينيش 8-6 جوش اللهيب يلا دوامة. اوه نقطة للهيب بشكل مفاجئ. جوش اوه اوكي هلا رح نشوف النزال حاسم جدا. الاول 10 نقاط هو الفائز. كم النتيجة؟ 10-7 والفائز هو الدوام الجارفي، حان وقت عكس القطع. اوكي اللي هي مستعر مع درايفر. درايفر الدوامة ما بنصح فيه لانه كتير ما بمسك باللير، رح نحط له بالوضعيتين فلا قدرة الاحتمال. اما بلبل الدوام المعدل شكرا لك. اوكي اوه صراحة درايفر اللي هي مستعر بحسه زنبركاته كويسة بيمسك مع اللير. يلا نشوف مين راح يفوز. جوز اوه الدوام المعدلة فازت بكل جدارة وقوة. جوز خطط قوية الدوامة. واو اللي هي بالوضعية الهجومية. واو البيرست الخرافي. لير اللي هي مستعير مش ماسكة ابدا مع درايفر الدوام الجارفة. جوش اوكي كمان جولة. جوش اللهيب كان وقت منه النزال ضد الدوام الجارفة. فشكرا لكم ولمتابعتكم للفيديو، لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعلوا جرس التنبيهات تحطوا لايك على هذا الفيديو اذا عجبكم.
وتضيفوني على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات وانستغرام، رابطهم بصندوق الوصف. والفائز هو اوكي الدوام الجارفة، فازت بكل النزالات بالقطع الاصلية وبرضه بالتعديلات. والفائز هو الدوام الجارفة بكل النزالات. وبس بنشوفكم بالفيديو الجاي.